اليوم التي تم فيه إمضاء اتفاقية بين بريد الجزائر والديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. هذه الاتفاقية تكرس وتجسد التزام التزمت به وزارة التربية الوطنية في إطار تحسين الخدمة العمومية في قطاع التربية. تسمح هذه الاتفاقية التي ستدخل في التنفيذ إن شاء الله يوم دخول المدرسي يوم 21 سبتمبر 2022، أي يستطيع كل الأولياء المنخرطين في فضاء الأولياء الذين لديهم حسابات في فضاء الأولياء الذي هو مفتوح لكل أولياء التلاميذ المسجلين في مدارس جزائرية أن يقوموا بالمخالصة أو بتسديد تكاليف الكتاب عن بعد. سيتم تمكين مواطنينا من أولياء التلاميذ، تمكينهم من دفع مستحقات الكتب المدرسية عن طريق نظام بطاقة الدفع الإلكتروني اللي هي بطاقة الذهبية.